جديد على مستوى الأسعار في أسواق دمشق، الجميع يشكو من ارتفاعاتها، ورغم بعض القرارات الحكومية بمنع تصدير الخضار والفواكه ومحاولات إغراق الأسواق بالمواد الغذائية بهدف تخفيض سعرها، إلا أن الأسعار ما تزال تتابع نشاطها نحو الأعلى. من أحد أسواق دمشق رصد لبعض الحالات. والله الأسعار غالية كثير يا أخي، شو بدك تساوي يعني؟ والله مثل ما لك شايف انت، الله يكون بالعون، ما تغير شيء لحد هلا. قالوا على اساس يخفضوا ويساووا اسعار، ما في شيء. كيف شايفين الاقبال على السوق والاسعار وهيك؟ يعني الحمد لله رب العالمين، بس الاسعار كثير غاليه، كثير كثير يعني، بس الحمد لله. يعني الحكومه قررت منع تصدير الفواكه والخضره، فرق شيء بالسوق ولا لا؟ والله انا لحد الان ماني حاسه في فرق بصراحه. والله من جهه الاسعار والله فرقت الحركه، يعني فرقت 50% فرقت، يعني ما شاء الله ذاك رمضان غير هذا رمضان. والله هو في غلا يعني، بس يعني شو بدنا نعمل، الاسعار ما شفت عينك مثل ما تكون شايفين. غير شيء بالاسعار، نزلت كذا؟ لا مبلا يعني، لا انه نزلت ما في شيء نزل، لا يعني احسن اشوى من قبل، بس ما الغلا موجود، لسه موجود الغلا. والله وضع الاسعار بشكل عام يعني مرعب ومخيف، يعني عاده تعودت الناس ترتفع الاسعار كل شهر شهرين ثلاثه، اليوم كل يوم واليوم الثاني بتلاقيها عم ترتفع. والله الاسعار اذا تقارنا مع الفتره الماضيه قبل هالاحداث كان طبعا ارخص من هلق بكثير. حالياً بلاقي الأسعار بالنسبة للمواطن السوري والرواتب والوضع الحالي غالي.